التطوير يوجب تشويه المذهب؟ بل على عكس ذلك تماما، يوجب قوة المذهب. التطبير من طرق هداية الناس، من سلسلة العلل لهداية الناس. التطبير شيء عظيم جدا، جوانبه الإيجابية كثيرة جدا، كثيرة. أقول من الجوانب الإيجابية المهمة في التطبير، جلب هذه الشعيرة للانتباه. لنفرض أن هذه الشعيرة لا توجد فيها أي فائدة إلا هذه الفائدة، أنها توجب جلب الانتباه. هذه قضية جدا مهمة. جلب الانتباه نصف الطريق لهداية الناس. بدون جلب الانتباه لا تتمكن أن تهدي شخصا واحدا. من الذي يترك دينه بدون أن يلتفت إلى ما تقوله أنت؟ يلزم أن تكون لك أمور تجلب انتباه الناس. هذا يذكرونه العلماء في التفسير، حتى هذا الشيء يذكر. الآيات في بدايات بعض السور، الحروف المقطعة، ما هو السر فيها؟ طه حاميم عين سين قاف كاف هايا. ما هي الفائدة من هذه الحروف؟ ما هو معنى هذه الحروف؟ طبعا هناك حديث مفصل عن هذه الحروف المقطعة، جوانب عديدة في هذه الحروف المقطعة. من جملة الأمور أن هذه الحروف المقطعة تجلب الانتباه. رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة كان يقرأ حاميم، الناس ينتبهون، ماذا يقول هذا؟ طبعا هناك تفاسير أخرى أيضا، جوانب أخرى، لا أقول هذا هو الشيء الوحيد في الحروف المقطعة، لا، من فوائد الحروف المقطعة جلب الانتباه. شعيرة التطبير تجلب الانتباه أم لا؟ أصلا من أقوى ما يجلب الانتباه، أناس يجرحون رؤوسهم بأنفسهم، يجرون دماء، هذا شيء يجلب الانتباه. هذا يثير التساؤل في العالم والجاهل، في العدو والصديق، في الكبير والصغير، في كل الناس، لماذا هذا يصنع هذا الصنيع؟ عندما يثار التساؤل هنا يصبح ارتباط ولو ضعيف بين هذا الشخص وبين الإمام الحسين صلوات الله عليه. يقال له أن هذا الشيء لأجل الإمام الحسين. من هو الإمام الحسين؟ لماذا هؤلاء يصنعون هذا الصنيع؟ لأنه قتل مظلوما. يوجد شخص من البشر لا يتفاعل مع المظلوم؟ هذا ربط. كيف تربط الناس بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ مئات الطرق، إحدى الطرق أنه تجلب انتباهه. يوجد أقوى من التطبير في جلب الانتباه؟ من أقوى الطرق لجلب الانتباه. يعني أصبح التطبير في سلسلة العلل لهدايتهم. أختم حديثي بقضية. أحد أصدقائنا يعيش منذ سنوات لعله أكثر من 30 سنة في مدينة غربية، بالتحديد في مدينة مانشستر البريطانية. طبيب هو منذ سنوات، هو نقل لي شخصيا هنا في الكويت. قال في بداية ممارستي لعلاج الناس في إحدى المستشفيات في مانشستر، طبعا أنا أمارس علاج الناس تحت إشراف طبيب واضح، في كل يوم ألتقي به، أعرض عليه الملفات، ملف هذا المريض كذا، هذه الطريقة المألوفة عند الأطباء. ذات مرة رأني في المستشفى، قال لي أنا لي كلام معك، كلام خاص، انتهيت من عملك تعال إلى مكتبي. ذهبت إلى مكتبه في المستشفى، فأخرج لي ورقة من جريدة لعله أو مجلة فيها صورة
عن التطوير في جنوب لبنان. آنذاك طريق العراق كان مسدودا، أخبار العراق كانت لا تنقل، التطوير في العراق كان ممنوعا. القضية قبل لعله أكثر من 20 سنة. أخرج لي صورة، قال تعرف هذه الصورة؟ قلت له بلى. قال هذا الشيء كما هو مكتوب في هذا الخبر يمارس من قبلكم أنتم الشيعة في كل سنة. قلت له نعم. قال هذا الشيء الأحمر على وجوه هؤلاء وعلى ملابسهم، هذه أصباغ، هذا صبغ أحمر أو هذا دم؟ قلت له لا، هذا دم. قال يعني بهذه السيوف التي بأيديهم يجرحون أنفسهم وتجري هذه الدماء؟ قلت له نعم. قال من بعض هؤلاء باعتبار أنهم غارقون في الدم يظهر أن القضية ليست مجرد خدشة، لا، جراحات. قلت له نعم جراحات. قال يعني جراحات عميقة أحيانا؟ قلت له نعم. قال هذه الجراحات تصل إلى نصف سنتيمتر؟ قلت له نعم تصل إلى نصف سنتيمتر وأحيانا أكثر. قال كم منهم يموت؟ كم نسبة الموتى من هؤلاء الذين يموتون بسبب هذه الحركة؟ قلت له لا يموت منهم ولا شخص واحد. نظر إلي نظرة شبه غضبان. قال أنت طبيب، أنت تعرف ما تقول، تعرف أن هذا الذي تقوله خلاف الطب؟ هو هذا الطبيب نقل لي، ذكر لي بعض التفصيل، الآن لا أتذكر، قضية قبل لعله أكثر من 3 أو 4 سنوات. ذكر تفصيلا أنه هنا في هذه المنطقة توجد بعض الأشياء إن قطعت إن بترت هناك 30% 40%، الآن لا أتذكر النسبة، هو ذكر لي تفاصيل 30 يكون احتمال 30% مثلا أو 40% أن الشخص يموت إذا هذه الأمور انقطعت، إذا هذا الشيء لا أعرف عرق أو عصب معين لا أتذكر، هو ذكر لي بعض التفصيل، يوجد احتمال معين مثلا 30% أن هذا الشيء إذا قطع الشخص يموت. قال أنت طبيب وتعرف ما أقول، تعرف أن هذا الكلام الذي تقوله خلاف الطب خلاف المنطق؟ قلت له نعم. قال لماذا تتكلم كلاما خلاف المنطق؟ أنت تقول لا يموت أحد منهم، هذا شيء لا يمكن، هذا خلاف الطب. فلم أحر جوابا، سكت. هو نظر لي نظرة كأنك تكذب علي، إما هذه ليست دماء، هذا تشبيه، أو إذا دماء بعضهم يموت 30% 20% مثلا منهم يموتون. ثم أنا سكت. قال لي خلص اذهب إلى عملك. أنا قلت له كنت تقول له هذا الشيء معجزة؟ قال ما خطر ببالي، ما تمكنت أن أقول له، ما أعرف هو كيف يتقبل هذا الموضوع. مرت الأيام، بعد فترة أيضا قال لي أنا عندي كلام معك، تعال إلى المكتب. ذهبت إلى مكتبه، قال تسمح لي أن أفتح الموضوع مرة ثانية من جديد؟ قلت تفضل. أخرج لي الصورة، قال تعرف هذه الصورة؟ نعم. هذا الشيء يمارس سنويا؟ نعم. هذه الألوان، هذه أصباغ أم دم؟ لا دم. هذه إن كانت دما فهذه جراحات، ليست خدشة، ليست مثل الحجامة مثلا، هذه جراحات حتى يخرج مثل هذا الدم. قلت نعم جراحات، جراحات عميقة. نعم عميقة. هذا الجراح يصل إلى نصف سنتيمتر؟ لعله التديد مني، لا أعرف، نصف سنتيمتر مقدار معين هو حدد، لعله نصف سنتيمتر. يصل إلى نصف سنتيمتر؟ قلت له نعم وأكثر. نسبة من هؤلاء يموتون؟ قلت له لا يموت منهم ولا شخص واحد. قال لي أنت طبيب وتعرف أن هذا الكلام الذي تقوله كلام غير صحيح، كلام خلاف الطب، نسبة من هؤلاء يلزم أن يموت. قلت له نعم أعرف. قال لماذا تقول كلام خلاف المنطق؟
فلم أحر جوابا إلا أنني قلت له شيئا. قلت له أنا ليس لي الآن كلام معك، لا أتمكن أن أفسر هذه الظاهرة لك، ولكن أطلب منك شيئا، متى ما أحببت أنا أرتب لك، نذهب إلى جنوب لبنان آنذاك، نذهب إلى لبنان، التذكرة مني وعلي والفندق عليك، أذهب بك إلى هذه المنطقة لأن هذا العمل يمارس في يوم معين محدد عندنا، أذهب بك إلى هذه المنطقة، أنت بعينيك أنظر، أنظر هذا صبغ أم أنه دم، انظر أنهم يجرحون رؤوسهم إلى هذا الحد أم لا، انظر إلى أنهم يموتون أم لا. فكر قليلا قال جواب مقنع إن شاء الله، يعني أنا أقول إن شاء الله ولعله قال يصير خير مثلا، نذهب معا إلى جنوب لبنان حتى أرى هذا المنظر من قرب. اهتدى هذا الشخص ما اهتدى لا أعلم، لعله في المستقبل بحث ما بحث لا أعلم. أريد أن أقول أن هذا الشيء من نقاط قوة الإسلام، من نقاط قوة التشيع، ملايين ليس شخصا واحدا، 10، 20، 30 ليس أناس مدربون، ملايين من الشيعة في كل سنة يمارسون هذه الشعيرة المقدسة، ولا واحد منهم يموت، ولا واحد منهم يصاب بشيء خطير. عندك نقطة قوة في التشيع أقوى من هذه النقطة؟ هذه نقطة قوتنا، هذا الدليل حقانية مذهبنا. مرة شخص واحد، إعجاز في شخص واحد حالة استثنائية، إعجاز في شخصين، إعجاز في ملايين في كل سنة، كم مليون في هذه السنة مارسوا شعيرة التطوير؟ الله العالم، فقط في كربلاء الله العالم كم طبروا، فقط في كربلاء. وتعلمون هذه الشعيرة اليوم ولله الحمد منتشرة في العديد لا الكثير من المدن في العالم، من شرق العالم حيث أستراليا إلى غرب العالم حيث غرب أمريكا وكندا. وتعرفون شخص واحد منهم أصيب؟ أبدا. شخص واحد منهم أصيب بمرض بسبب هذا العمل؟ أبدا. كثير من هؤلاء يأخذون حبوب مسيلة للدم، وتعلمون الجرح للذي يأخذ حبوب مسيلة للدم شيء خطير، وأنا أعرف بعضهم، أنا أعرف بعض الحالات هنا. في صباح عاشوراء يطبر، قبل الظهر لا يوجد أثر، قبل الظهر من يوم عاشوراء بعد سويعات، أنا أقول قبل الظهر بعد ساعة. بعض هؤلاء عندهم مشاكل صحية أبدا في أي وضع من الأوضاع، في أي ظرف من الظروف، شخص واحد منهم لا يموت. أي نقطة قوة هذه في الإسلام في التشيع؟ هذه النقطة يلزم أن تعرض على العالم أصلا، هذه النقطة تبهر العالم، هذه تشويه للمذهب.